مرحبا بكم يا طلاب الرياضي ومدارس الوطن العربي، أهلا بكم في حصتكم الرائعة، حصة اللغة العربية. هل تدربتم على قراءة درس صديق من ورق؟ هيا بنا نتدرب عليه سويا معا قبل البدء في الحصة. افتح كتابك على صفحة 36 وباشر بالقراءة معي. صديق من ورق. تحب ليلى المطالعة كثيرا. اختارت كتابا من مكتبة والدها لتقرأ فيه. سمعت الكتاب يتحدث إليها: أهلا بك يا ليلى، بين أوراقي أجمل القصص وأحلى الأخبار، وفيها الرسومات الرائعة. سأذهب بك إلى الفضاء الواسع والبحار العميقة وفوق الجبال العالية والغابات الخضراء. قالت ليلى: كم أحبك حين تروي لي قصص الحق والخير، أنت أيها الكتاب صديقي المخلص. والآن لنستذكر معاني هذا الدرس الجميل: المطالعة، القراءة، يتحدث، يتكلم، تروي، تحكي. والآن امسك قلمك الرصاص بيدك اليمنى وابدأ معي في حل التمارين في صفحة 37. لنقرأ السؤال الأول: أضع حرف ألف مرة وحرف العين مرة في الفراغ، ثم الفظ الكلمات، ولكن علينا أن نراجع سوياً أشكال وقواعد كتابة هذين الحرفين الجميلين. هيا بنا نذهب لأبو الحروف ليساعدنا أبو الحروف على مراجعة هذين الحرفين الجميلين. أشكال حرف الألف، ولكن قبل البدء علينا أن نعلم جيداً أن حرف الألف من الحروف التي تلعب مع الحرف الذي يلي قبلها ولا تلعب مع الحرف الذي يليها. يأتي حرف الألف في ثلاث أشكال وفي ثلاث مواضع: في أول الكلمة كما هي في همزة الوصل التي تأتي للوصل بين الكلمات في بعضها البعض، وتكتب ألفا دون همزة، أي كما في الشكل التالي: مثل ابن، اللام القمرية في كلمة البيت، واللام القمرية في كلمة الذي، وغيرها من كلمات اللام القمرية واللام الشمسية. وهمزة القطع تكتب الهمزة، أي نكتب الهمزة كما في الشكل التالي: مثل أم إذا كانت مضمومة، أحمد إذا كانت مفتوحة، إسلام إذا كانت مكسورة. وشكلها الثاني في وسط الكلمة، وتكتب وتلفظ مثل كلمة مسألة وكلمة رأس. وفي آخر الكلمة تكتب على الألف إذا كان ما قبلها مفتوح مثل كلمة ملجأ وتملأ، وتكتب على واو إذا كان ما قبلها مضموم مثل امرؤ وتباطؤ، وتكتب على ياء إذا كان ما قبلها مكسور مثل موانئ ومدافئ، وتكتب على السطر إذا كان ما قبلها ساكن مثل دفء أو حرف مد ضوء. هيا يا بطل، أعطني مثالا واحدا على جميع هذه الأشكال التي ذكرت. سأعطيك دقيقة لتعطيني أمثلة رائعة كروعتك. هل انتهيت؟ ما رأيك يا ماما في هذه الأمثلة؟ صفقي له إذا كانت أمثلته رائعة مثله. والآن علينا أن ننتبه إلى رسم حرف رسم الهمزة لننظر سويا. انظر كيف تكتب الهمزة. هيا اكتب الهمزة في الهواء. هيا بنا سريعا.
ما رأيك؟ على يدك، اكتب الهمزة على راحة يدك. أحسنت. هيا بنا ننتقل إلى حرف العين. حرف العين حرف جميل كما قال أبو الحروف، وهو يلعب مع الحرف الذي يليه والحرف الذي يسبقه، ويكتب في أول الكلمة ويلعب مع الحرف الذي يليه، مثل كلمة عامر. ها هو حرف العين يلعب مع الألف. عيد أيضا يلعبان سويا، وعمار. وفي وسط الكلمة ويلعب مع الحرف الذي يليه والحرف الذي يسبقه، مثل معان لعب. لعب، ما نوع هذه الكلمة؟ أحسنتم، لعب فعل ماضي. جائعا، تحتوي كلمة جائعا على ماذا؟ أحسنتم، جائعا تحتوي على تنوين الفتح. أما في نهاية الكلمة ويلعب مع الحرف الذي يسبقه، مثل جمع وسمع. جمع وسمع، أحسنتم، إنها أفعال ماضية. وكلمة بائع. هيا يا بطل، أذكر لي بعض الأمثلة على هذه المواضع لحرف العين. هيا بنا سويا. والآن بعدما تعرفنا على حرف وأشكال حروفها التالية، علينا أن نبدأ بحل التمرين الأول. هيا بنا سويا ليساعدنا أبو الحروف. أبو الحروف لديه حرف الألف، سيضع لنا حرف الألف مرة وحرف العين مرة أخرى، ولنقرأها سويا. تق ر أ. هيا نضع حرف الألف. تقرأ، ما نوع هذه الكلمة؟ أحسنتم، تقرأ فعل مضارع. الآن تقرأ، ما هذا؟ ما نوع هذه الكلمة؟ مضارع. أحسنتم، تقرأ فعل مضارع. والآن أ-أ-ل-م-ن. وضع لي أبو الحروف الآن حرف العين، وحصلت على كلمة علم. ها هي كلمة علم. والآن ر والآن لدي كلمة رأى. رأى فعل ماضي. أحسنتم. والآن لدي كلمة رعى. لدي كلمة رعى، أيضا رعى تعتبر فعل ماضي. هل كتبت معي يا بطل؟ أحسنت. لنقرأ السؤال الثاني. ألفظ الكلمات منتبها إلى نطق الحروف المكررة. هيا بنا نحلل هذه الكلمات صوتيا. اختارت، اختارت، ما هو الحرف الذي تكرر؟ أحسنت، إنه حرف التاء. إنه حرف التاء. ضع دائرة على حرف التاء بالمرتين. هل وضعت الدائرة على حروف التاء كما في الشكل التالي؟ أحسنت. هيا بنا نحلل الكلمة الثانية. القصصي. سوياً، القصصي، ما هو الحرف الذي تكرر؟ أحسنت، إنه حرف الصاد. هيا بنا نضع دائرة على الحرف الذي تكرر. هل وضعت كما هو موجود أمامك؟ أحسنت. هيا بنا نحلل كلمة صديقي. سويا، صديقي، صديقي، ما هو الحرف الذي تكرر؟ أحسنت، إنه حرف الصاد.
حرف الياء. هيا يا أسد، ضع دائرة على الحرف الذي تكرر. هل وضعت يا مميز؟ هيا بنا نقرأ السؤال الثالث. أقرأ الجملة قراءة معبرة. هيا بنا سويا ولنراعي عدم التوقف أبدا. كم أحبك حين تروي لي قصص الحق والخير. هيا مرة أخرى. كم أحبك حين تروي لي قصص الحق والخير. أعد القراءة يا بطل. أحسنت، أنت ذو صوت رائع. والآن مع السؤال الرابع. هيا أحضر ألوانك الجميلة وابدأ بالتلوين. سنبدأ بالتلوين سويا. ألون الكلمة في السطر الأول وما يقاربها في المعنى بالسطر الثاني باللون نفسه. هيا ابدأ بإحضار أربعة ألوان. الكلمة الأولى هي كلمة المطالعة، سأضعها في جملة وأنت تحاول استنتاج ما هو معنى كلمة المطالعة. أذهب أنا وأخي لنطالع بعض الكتب. إذن فكلمة المطالعة تعني الوفي، القراءة، السعادة، أن يتكلم أو تحكي. أحسنت، كلمة المطالعة تعني القراءة. هيا بنا لنلونها في اللون نفسه. لون بشكل كامل وبشكل مرتب. هل انتهيت من التلوين؟ راعي أن تكون ألوانك مرتبة وجميلة ونظيفة. يتحدث، هيا بنا. يتحدث فعل. هيا يا أسد، تحدث مع والدتك. تحدث مع أخوك. تحدث مع والدك. إذن كلمة يتحدث تعني الوفي أم السعادة أم يتكلم أم تحكي. هل قمت بفعل التحدث؟ أحسنت، إذن كلمة يتحدث تعني يتكلم. هيا بنا نلون كلمة يتحدث ويتكلم بنفس اللون. هل قمت بتلوين يتحدث مع يتكلم؟ أحسنت، لنأتي للكلمة الثالثة، تروي. تروي. تروي لي أمي كل يوم حكاية. تروي تعني الوفي، السعادة، أن تحكي. أحسنت، تروي تعني تحكي. هيا بنا نلونها بنفس اللون. أحضر لونك الثالث لنبدأ بالتلوين. هل لونت يا بطل؟ بقيت لدي الكلمة الأخيرة، المخلص. لدى عمي كلب مخلص. تعيش في بيتنا قطة مخلصة. فالمخلص تعني الوفي أم السعادة؟ أحسنت، المخلص تعني الوفي. هل أنت صديق وفي؟ ممتاز، هذه صفات الناس الأخيار. هيا بنا لنلون المخلص مع الوفي. هل لونت يا جميل؟ ها قد أصبحت لديك لوحة. والآن مع السؤال الخامس. أصل بين الكلمة وضدها في المعنى، ولكن قبل البدء علينا بمراجعة ما معنى الضد. هيا، هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا. ما معنى الضد؟ الضد تعني العكس،
الضد تعني العكس. ها هو الضفدع بوزنه الثقيل على الميزان، وها هي النحلة بوزنها الخفيف على الميزان. إذن ثقيل ضدها خفيف. ها هو العصفور يزقزق في النهار، وها هو ينام في الليل. إذن نهار ضدها أو عكسها ليل. ها هي الطائرة تطير على بعد عالي، وها هو العصفور يطير على بعد منخفض. عالي ضدها منخفض. ها هو باب الجنة، يا رب ارزقنا إياها بأعمالنا الخيرة. وها هي النار، اللهم ابعدنا عنها، ولا نريد أن نفعل أفعالا شريرة حتى لا نرى هذه النار. والآن خير عكسها شر. أعطني يا بطل ثلاث كلمات وضدها، مثلا طويل قصير، كبير صغير، جميل قبيح. أعطني ثلاث معاني وضدها، أو ثلاث معاني كلمات وعكسها. هل قام بإعطائك كلمات مميزة يا ماما؟ احضنيه، احضنيني يا ماما، لأنني أجبت إجابات رائعة. والآن لنعود إلى الدرس. هيا العالية، ارفع يدك عاليا. ما ضد العالية؟ العالية، انزل يدك منخفضة. ما ضد العالية؟ والآن الخير. الخير، يقوم أحمد بالصدقة والزكاة ويكون صادقا مع الآخرين، بينما يقوم طالب آخر بأفعال شريرة كالكذب والسرقة والأفعال الغير صحيحة. الخير، ما ضد الخير؟ الخير، هل ضدها الضيق أم الصغيرة أم الشر؟ أحسنت، الخير ضدها الشر. هيا بنا نصل سويا. والآن الواسع، افتح يديك واسعة، افتح يديك فتحة واسعة. والآن اضمم يدك. ما عكس الواسع؟ هل هو الضيق أم الصغيرة؟ أحسنت، الواسع ضدها الضيق. هيا بنا نصل يا أبطال. بقيت لدينا كلمة جميلة، الصغيرة. ما عكس كلمة الصغيرة؟ هيا لنستمع. الكبيرة، أحسنت، أنت طالب رائع. الآن سؤال السادس، أحلل الكلمات إلى مقاطع. نعلم جميعا ما هي قواعد التحليل. الحرف الساكن المتحرك إذا كان وراءه ساكن يلعبان سويا. الحرف إذا أتى وراءه حرف مد يلعبان سويا. الحرف إذا كان متحرك يلعب لوحده، وهكذا. هيا بنا لنحلل صوتيا. لي لا، هيا اكتب هذا التحليل. لي لا، صديقي، صديقي. هيا بنا نحلل كلمة صديقي. هل كتبت؟ رائع. هل كتبت بشكل مرتب؟ أحسنت، ها هي كلمة الكتاب، الكتاب. هيا بنا نحلل سويا. سأضع الآن بين أيديكم الحل جاهزا لتتأكد من حلك.
ها هو الحل. تأكد من حلك يا صغيري، وإذا كان هناك أي أخطاء فدققها. والآن مع السؤال السابع، أركب من المقاطع كلمات وأكتبها. كتابٌ، كتابٌ. هيا بنا نكتب هنا كلمة كتابٌ سوياً، كتابٌ. كفاحٌ، كفاحٌ، كفاحٌ. هيا بنا أكتب. تابع الحل. هل كتبت بخط جميل؟ أحسنت. هيا بنا نقرأ السؤال الذي يليه. غاباتٌ، غازاتٌ. هيا بنا نكتب هاتين الكلمتين. هيا يا بطل، تأكد من حلك. والآن السؤال الثامن، أعيد ترتيب الكلمات لأكون منها جملتين مفيدتين، ولكن قبل حل هذا السؤال دعونا نستذكر سوياً أقسام الكلام. يقسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف. اسم كاسم نبات أو جماد أو حيوان أو إنسان. أعطني مثالاً على اسم. أحسنت، مثال رائع. والفعل كما في الثلاث أفعال التي درسناها، درسنا الفعل المضارع والفعل الماضي وبقي لدينا الفعل الأمر. أعطني مثالاً على فعلاً مضارعاً وفعلاً ماضياً. مثل كتب، يكتب، والأمر منها اكتب. أو الأحرف، بقي لدينا الأحرف كحروف الجر وحروف العطف وهكذا. والآن لنبدأ في قراءة هذه الكلمات. قصة، المكتبة، في، قرأت سلمى. ما الاسم الذي لدينا؟ سلمى. دعونا نبدأ بالجملة التي تبدأ باسم تسمى جملة اسمية، والجملة التي تبدأ بفعل تسمى جملة فعلية. هيا بنا سويا. ما هو الاسم؟ سلمى. ماذا فعلت سلمى؟ سلمى قرأت. سلمى قرأت. ماذا قرأت سلمى؟ قرأت سلمى قصة. أين قرأت سلمى؟ قرأت سلمى قصة في المكتبة. أحسنتم. هيا بنا نكتب على السطر. سلمى قرأت قصة في المكتبة. تسمى الجملة التي تبدأ باسم جملة اسمية. والآن لنعكس هذه الجملة، نبدأ بالفعل. ما هو الفعل؟ أحسنتم، الفعل قرأت. من التي قرأت؟ قرأت سلمى. قرأت سلمى. ماذا قرأت سلمى؟ قرأت سلمى قصة. أين قرأت سلمى؟ قرأت سلمى قصة في المكتبة. والآن حصلنا على الجملة الفعلية. حصلنا الآن على جملة اسمية وجملة فعلية. اقرأ وتابع الحل يا بطل. والآن لنتعرف على السؤال التاسع. يقول لنا السؤال التاسع، أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة ثم اقرأ. لندع هذا السؤال للحصة القادمة. إلى اللقاء يا أصدقائي، أنتظركم في الحصة المقبلة.